تحياتي لكل عم بيتابعونا عبر موقع الفن وحابين يعرفوا تفسير رؤية الصلاة بالمنام أو قراءة القرآن أو ترتيل معين. كتار منا بيكون عم يحلم أنه عم يقرأ قرآن أو حتى عم يرتل آية معينة أو حتى عم يصلي بالمنام. شو تفسيره؟ يعتبر هذا المنام من المنامات الحلوة وبيدل على استجابة الدعاء لصاحب المنام، وكمان بيدل على تقرب الرائي من رب العالمين. للمرأة المتزوجة بيدل هيدا المنام على فرج من بعد عسر وارتياح من بعد تعب مرقت فيه هيدي المرأة. للفتاة العزباء رح تكشف سوء نوايا ونفاق أحد الأشخاص المقربين منها أو من محيطها، وخصوصا إذا كان شخص بيمثل حياة عاطفية لإلها. لرجل الأعمال والموظف بدل هيدا المنام على تحسن واضح بأموره المالية، وبدل كمان على بداية جديدة بانتظاره قد تكون مرتبطة بجهة غريبة عنه. كل حلم وأنتم بخير. باي باي.